عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عقد لقاء مع ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة. واستمع الوزير إلى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات حلها، حيث أكد الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع للانطلاق بهذه الصناعة الهامة.